السلام عليكم عشاق شركة وان بلاس. وان بلاس 10 برو يظهر في صور عالية الدقة تكشف تصميمه المميز الفريد. مواصفات وتصميم وان بلاس 10 برو يظهران في أحدث الصور والتسريبات حصريا على قناتكم كانسي سعد. قبل البدء أعزائي الكرام أتمنى منكم دعم القناة بقوة بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس وشكرا لك. كشفت أحدث التسريبات الآن عن مواصفات وان بلاس 10 برو والتصميم الكامل للهاتف في أحدث الصور، وقد تم إطلاق سلسلة هواتف وان بلاس 9 في مارس من العام الجاري 2021، وها هي الشركة تعمل حاليا على هاتف وان بلاس 10 برو. موعد الإعلان عن وان بلاس 10 برو: لم تكشف التسريبات السابقة عن تاريخ إطلاق هاتف وان بلاس 10 برو، ولكن التسريبات الحالية تشير أنه من المرجح أن يكون الهاتف متاحا للعملاء خلال النصف الأول من العام المقبل 2022. بالنسبة لسعر وان بلاس 10 برو، فيما يتعلق بالسعر، بدأت سلسلة وان بلاس 9 التي أصدرتها الشركة بسعر 729 دولارا أمريكيا للطراز الأساسي، وبسعر 1069 دولارا امريكيا لطراز البرو عالي المواصفات. ويوضح المصدر انه يمكن للمستخدمين توقع مجموعة من الاسعار بين هذه الارقام لهاتف الوان بلاس 10 برو القادم. يعني اعزائي الكرام، عندما سيبدأ بالوان بلاس 10 سيكون الثمن منخفض حوالي 700 دولار، ويعني بالنسبة لنسخة العشرة برو نسخة 128 بثمن، والنسخة العالية يعني ب 256 جيجا بايت على ما أظن في التخزين هي التي سوف تكون بثمن 1069 دولار، وهي العالية المواصفات. بالنسبة لمواصفات وتصميم وان بلاس 10 برو، سيكون الوان بلاس 10 برو جديد مشابها جدا من حيث التصميمات لسلسلة هواتف وان بلاس، بصرف النظر عن بعض الميزات الغنية المضافة والاستقرار الإضافي. الشيء الذي سيجعل وان بلاس 10 برو بعيدا عن أشقائها الآخرين هو الكاميرا الخلفية، الكاميرا الخلفية الثلاثية وتصميم الكاميرا المختلف بشكل كبير. سيحتوي هذا الجهاز الجديد على شاشة منحنية بقياس 6 إلى 7 إنش مع كاميرا سيلفي ذات ثقب في الزاوية اليسرى العليا، كما وسيأتي مع مجموعة متنوعة من الألوان الهادئة مثل الأسود والأبيض والأزرق الفاتح. سيكون الوان بلاس 10 برو أحدث إضافة إلى عائلة الوان بلاس المشهورة. من المتوقع أن يأتي هذا الهاتف الجديد بشحن سريع بقدرة 125 واط، وهو ما يكفي لشحن الهاتف بالكامل من الصفر في أقل من 20 دقيقة. أكدت الشركة نفسها أن الجهاز سيطلق برنامجا جديدا تماما، والذي سيجمع بين الامتيازات الخاصة بشركة الاندرويد فورك والذي يسمى الأوكسيجين أو إس مع ميزات الكولور أو إس التابعة لشركة أوبو بعد اندماج الشركتين. ما هي أبرز ميزة في هواتف وان بلاس بشكل عام؟ يعني أثارت انتباهك في هذا الفيديو، أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابك، ولا تنسى دعم القناة بقوة بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس. أحبكم في الله، مع السلامة.